أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. سجل سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل انخفاضا جديدا في البورصات العالمية، وانخفض سعر نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68 دولارا و 9 سنتات للبرميل بانخفاض بلغ مقداره 0.50 سنتا أو بنسبة تصل إلى 0.73%. كما انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل إلى 62 دولارا و 51 سنتا للبرميل بمقدار نسبته 2.13%. من جانبها أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 235 ألف برميل يوميا. وجاء في تقرير لإدارة الطاقة الأمريكية أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط العراقي الخام خلال الأسبوع الماضي قد ارتفع بمعدل 235 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 41 ألف برميل يوميا، ليتجاوز العراق بذلك السعودية خلال الأسبوع الماضي. ولفت التقرير إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2,924 ألف برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 434 ألف برميل يوميا. هذا وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن وزارة التجارة فشلت كل الفشل في تزويد المواطن بمفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان. وأوضحت عضوة اللجنة دا شاكر جودت أن الأسر العراقية لم تستلم الحصة الأصلية ولا الإضافية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الحل الأمثل لتقليل الفساد الموجود هو منح بدل نقدي على حد قولها. وأشارت إلى أن ما أعلنت عنه وزارة التجارة بأنها سوف توزع مادة المعجون والبقوليات ضمن مفردات البطاقة ليس به أي فائدة تذكر، وخاصة إذا ما عرفنا أنه جاء بصفقة فساد مستفيدون به أشخاص وأحزاب بهذا الجانب. حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعد العمليات في قطاع غزة قد يكون له أثر سلبي على التصنيف السيادي للكيان الصهيوني. هذا وقالت مصادر في قطاع الشحن أن اثنين على الأقل من مالكي الناقلات التي تشحن النفط الخام إلى إسرائيل طلبا التحويل من عسقلان إلى مدينة حيفا وفق ما أوردت رويترز. يأتي ذلك بعد التصعيد الإسرائيلي ورد المقاومة في غزة بصواريخ وصلت مناطق مختلفة من إسرائيل في أعقاب اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. قالت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في العاصمة الجزائرية إن هناك حالة من الركود تضرب الأسواق هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار. وأرجعت الشعبة حالة الركود في الأسواق الجزائرية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بمعدل تخطى 100%، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك في ظل ضعف القدرة الشرائية. وأضافت الشعبة أن معظم التجار لم يتمكنوا من تصريف أكثر من 30% من جملة مشترياتهم بالرغم من مرور رمضان. هذا وتنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال. وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة، خاصة وأن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة تصل إلى 15%. وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5% في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا. إلى اللقاء.